نحن لا نسعى لزيادة الأموال للحصول على المزيد من الأموال، ولكن نحن نعمل من أجل الوصول إلى الأكبر العدد الأكبر من الأشخاص اللي هم في الاحتياج. حديث كبير وكثير عن موضوع الدعم للحوثيين من قبل الأمم المتحدة. هناك مشاكل في عدن وهناك أيضا مشاكل في صنعاء. هل صحيح بأنه خلال الخمس السنوات الأخيرة دخلت اليمن 30 مليار دولار؟ حصل هذا الموضوع قبل 6 سنوات زي ما ذكرت 2017.